في نهار جميل دورة ممتازة فهمتي الحظ كبير من طرف الخارجة هذا شرف الجالية البريطانية أول مرة أنا شارك في هذا اللقاء إن شاء الله كي دازت الدورة بينك وبين لاعبي قدماء اتحاد طنجة؟ سيف الدين والكاريكا بالنسبة لي أنا كفهمتي أنا كبير في السن ولكن سيف الدين راه شي حاجة كبيرة في الكرة الطنجاوية كاع الإخوان وكنتمناو هاد الذكرى إن شاء الله تكون كل سنة طبعا هذا الشيء اللي هضرنا عليه البارح يعني ملتزمين معاهم ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك وطنجه طنجه اخي دونا الليغا مره اخرى ان شاء الله اولا وقبل كل شيء بكل صراحه الانسان كيعجز باش يجيب الكلمات المناسبه في هذه اللحظه ها هنا خصوصا اللحظه ديال الولاده ديال واحد المولود وهذا المولود غادي يتولد في واحد اللحظه اللي هي لحظه غاليه على الشعب المغربي هي ذكرى 19 ديال تولي صاحب الجلاله الرياضي الاول محمد السادس على عرش اسلافه المعانين فمن طبيعه الحال الفكره ديال التاسيس ديال الدوري الهدف ديالو هو هدف من اجل خلق جسم ديال التواصل ديال التلاحم ديال التلاقح بيننا وبين اخواننا اللي موجودين في المهجر وهاد الابناء اللي هما الابناء غاليين على المملكه المغربيه وعلى الدوله ديالهم على سواء قيادة وحكومة وشعبا فبكل صراحة بغينا هذه الجالية هذه المغربية فان نحاولوا نجدوا المناخ والأرضية المناسبة من أجل خلق الإبداع وخلق والمشاركة في التنمية فخصوصا كما كتعرفوا المجال ديال التنمية هو مجال اللي هو استراتيجي من الأهمية الأولى بالنسبة لسيدنا الله ينصره فمن طبيعة الحال أنا كنتمنى في المغرب ديال مدينة الشمال عروس الشمال اللي كتحضر بالسمية ديال المولوية ديال طنجة الكبرى ومن طبيعة الحال فكرنا بأننا نأسسوا هذه النسخة الأولى إن شاء الله هذه النسخة الأولى غادي تكون امتداد النسخ المقبلة إن شاء الله بحول الله غادي تكون أكثر انفتاح على جميع الاخوان ديالنا الموجودين في المهجر فشكرا للاخوان ديالنا لا الاخوان ديالنا البريطانيين اللي موجودين في البلاد ديال انجلترا شكرا للجاليه كذلك موجوده في الديار البلجيكيه شكرا لغزاله سوس غزاله سوس اللي هما الاخوان ديالنا ديال حسنيه اكادير فمن طبيعه الحال كنشكرهم اللي جاو يحيوا معنا هاد النسخه الاولى من هاد الدوري اللي هو دوري دولي ديال التنميه الكبرى فمن طبيعه الحال فاحنا جد مسرورين بالوجود هاد الجماهير وهاد المحبين اللي موجودين هنايا اللي كيعشقوا حتى النخاع الرياضه الطنجاويه فاحنا جزء من هذا الرياضه وجزء من هذا المشروع ديال التنميه الرياضيه فكنشكروا جميع الفاعلين جميع الناس اللي هما الشركاء ديالنا جميع المتعاطفين مع هذه الجمعيه ديال قدماء اتحاد طنجه اللي كنحاولوا باش نكونوا فهمتي في المستوى ديال الحداثه في المستوى ديال خلق واحد التنميه اللي هي تنميه اجتماعيه ثقافيه ابداعيه تشكيليه اجتماعيه كذلك فما ننساوش حتى الجانب الاجتماعي بطبيعه الحال فاحنا جد مسرورين اننا كنعيشوا افراح ديال عيد اللي هو عيد غالي علينا وغالي على المغاربه كان هو عيد العرش المجيد فمن طبيعه الحال هذا التاثير هذا الفضاء وهذا العوس اللي هو خلقناه اليوم جيب الكرسي ديالك جيب ديال جميع المتداخلين سواء من الولايه بشكوها سواء كذلك ما نساوش الشركاء ديالنا اللي هما الجماعه ديال طنجه وكذلك الجمهوريه ديال الشريف الرياضه وكذلك جميع الاخوان المناضلين اللي كينظروا من اجل هذا الوطن وحنا تفرحنا الا من اجل هذا الوطن هذا فالوطن فوق كل اعتبار Oh!
خراوي فوق البيت محبوب هو الناس لا صاحبي تلقاوا في هذا لا قدر نمشي لا قدر نمشي